وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربهم واتبع آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن مع درس جديد من دروس عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ووصلنا إلى مسألة التعامل مع السلطان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. طبعا كان الأمراء في زمانه هم الذين يقيمون الصلوات، الجمعة والعيدين خاصة يقيمها الأمير، سواء كان أمير منطقة أو الخليفة أو ما شابه ذلك. فهذا الأمير أو الخليفة قد يكون جائرا وقد يكون عدلا ولكنه مسلم، فعندها أهل الحديث يرون إقامة أو يرون الصلاة خلفه حتى لو كان فاجرا، ففجوره لم يخرجه من دائرة الإسلام، فالصلاة خلفه يراها أهل الحديث. قال: ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جوره فجرا. أيضا على زمانه كان الأمراء يجاهدون الكفار، فكان أهل الحديث يرون الجهاد خلف هؤلاء الأمراء، سواء كانوا من أهل الفجور أو كانوا من أهل الاستقامة، فيرون جهاد الكفرة معهم. قال: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. وهذه مسألة أيضا أخرى، ذلك الأمير سواء كان برا أو كان فاجرا فإننا ندعو له بالإصلاح، وقد يعني أحسن الشيخ بتقديم الإصلاح على التوفيق والصلاح، وطبعا كلها في معنى واحد. فعندما ندعو لذلك الأمير الفاجر الظالم بالإصلاح ويصلحه الله سبحانه وتعالى ويوفقه للخير، فإنه سيأتي هذا الخير على العباد. عندما يوفق الحاكم للخير فهذا الخير سيصيب العباد، هذا الخير سيصيب البلاد. ولهذا كان أهل الحديث يرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. هنا تنبيهان: التنبيه الأول، المراد هو الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق للحق، وهذا يراد منه أن يصلحوا ما تولوا أمره. يعني أنت في حافلة باص والسائق فاجر، ولكن هو السائق، هو السائق، فأنت هل ستدعو له بعدم التوفيق؟ إذا لم يوفق سيعمل حادث، قد تصاب، ستصاب أنت في هذا الحادث في الأغلب يعني. وإذا دعوت له بالهداية، دعوت له أن الله سبحانه وتعالى ييسر له ذلك الطريق حتى يوصلك، فهذا الدعاء سيصيبك خيره، والدعاء عليه بالشر سينالك شيء من الشر الذي أصابه. وإن كان في الآخرة لك الأجر، إن ضيق عليك في الدنيا يعني هذا الحاكم ضيق عليك في الدنيا فلك أجر في الآخرة، لكن أنا أتكلم في الدنيا. إذا كان ممن زاد ضلالا وزاد بعدا عن الله سبحانه وتعالى فسيضيق على عباد الله، وسيزيد شره على البلاد، وسيسرق البلاد، وسيفعل وسيفعل، وهذه الأفاعيل السيئة ستعود علينا سلبا. ولهذا نحن عندما ندعو لهم بالصلاح بغض النظر عن شخصهم، فإن صلاحهم سيؤثر علينا كشعب، كعامة الناس سيؤثر إيجابا. فهنا يراد منه أن يصلحوا ما تولوا أمره، وهذا يختلف عن الدعاء لهم بما يخص شخصهم كالدعاء لهم بطول العمر. يعني الآن أنا إذا دعوت للحاكم أقول نعم ندعو له
أن الله سبحانه وتعالى يوفقه للحق، ولكن إذا دعوت له بطول العمر ما فائدة الناس من طول عمره، وخاصة إذا كان فاجرا وظالما؟ فأنا أدعو له بطول العمر وكأنني أدعو أن يعصى الله أكثر، وكأنني أدعو أن يضيق على العباد أكثر، إذا كان ممن يضيق على العباد وممن يسيء إلى البلاد. فعندما أدعو له بطول العمر هذه دعوة لا تصيب الناس بخير ولا تصيبه هو بخير، لأنه عاصي وفاجر. لكن عندما أدعو له، أنا أتكلم عن العاصي الفاجر طبعا، هناك الذي من أهل الطاعات، إذا كان الحاكم من أهل الطاعات ومن أهل النصح لعباد الله سبحانه وتعالى ومن أهل التوفيق ومن أهل الصلاح، فهذا نعم ندعو له بطول العمر على الطاعة ونقيد ذلك، لأننا لا نعرف قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فنحن لا نعرف مستقبله فنقول اللهم أطل عمره على الطاعة. ولكن أنا قصدي الآن عندما ندعو للحاكم الفاجر بالصلاح والتوفيق والإصلاح، هذا يختلف عما لو دعونا له بأمر يخصه هو، يخص شخصه. هذا ليس مقصودنا عندما نتكلم عن الدعاء لهم. فالدعاء مثلا بطول العمر هذا يراد به دنياهم، ولا يراد به يعني مقصودنا من إصلاح البلاد وما شابه ذلك. كذلك فإن الدعاء لهم بالنجاة في الآخرة أو العذاب فيها، فهذا ليس المقصود من المسألة لأنه أمر شخصي. يعني إذا قلت اللهم عذب فلانا في الآخرة، أو اللهم نجه في الآخرة، اللهم اجعله مع النبيين مثلا، مع أن هذا الدعاء أساسا قد يكون في حياته، إذا دعوت عليه باللعنة أن يطرد من رحمة الله، فإني أدعو عليه بأن لا يهتدي، وإذا لم يهتدي فهذا سيعود علينا سلبا. وإذا دعوت عليه بالعذاب وما شبه ذلك في حياته، فهذا أيضا سيعود علينا سلبا، لأنه إذا كان ممن يستحق ذلك العذاب العظيم الذي أدعو عليه به، فإنه سيكون فاجرا وسيزيد في فجوره. فهنا هذا الأمر، أمر الدعاء لهم، لا بد من أن ينظر إليه بهذه النظرة، أننا لا بد من أن ندعو لهم لا محبة بهم، ندعو بأن ييسرهم الله سبحانه وتعالى للحق، للخير، للاستقامة. وإذا دعوت أن يبدلني الله خيرا منه، أن يبدلنا الله خيرا منه، فهذا ليس فيه شيء يخالف الشريعة، يهلكه الله سبحانه وتعالى، خلص ارتحنا منه، ويبدلنا خيرا منه. مجرد دعاء عليه بالهلاك قد يأتي شر منه، فلا بد من الدعاء بأن يبدلنا الله خيرا منهم، ولو دعونا لهم بالصلاح أيضا هذا الذي هو الأصل. ولكن الآن أنا إذا دعوت عليه بالهلاك وأن يريحنا الله منه وكذا، هل هذا سيكون فيه تأليب عليه؟ الأصل إذا وجدت أن في ذلك حظ للناس، أو سيجعل الناس يخرجون هكذا يحملون سيوفهم ويقاتلونه إذا كان مسلما ولا يجوز قتاله، وحتى لو كان كافرا ويجوز الخروج عليه، وهم ليس عندهم القدرة أو ليس عندهم بديل وليس عندهم تنسيق وليس عندهم شيء، سيخرجون هكذا هباء، ثم بعد ذلك يشكلون جماعات، ثم تقتتل الجماعات بين بعضها ويبقى ذلك الكافر الذي حكمهم بالحديد والنار وتجبر عليهم وتسلط عليهم، فهنا أيضا ينظر إلى هذه المصلحة. يعني عندما يقوم الناس وحدثت، يعني في بعض البلاد هذه معروفة، الناس خرجوا عليه ولكنهم أفنوا بعضهم بعضا وبقي هو. لماذا أفنوا بعضهم بعضا؟ كل حزب بما لديهم فرحون. فعندما ننظر إلى هذا الأمر، كل تلك الأمور يجب أن توضع في الحسبان. هذه الأمور لا بد من أن ينظر فيها أهل العقول السليمة وأهل التروي وأهل الفكر الصحيح وأهل المعرفة بوقائع الأمور. لأن بعض الناس عنده نوع من التفكير السليم ولكن ليس عنده معرفة بالواقع، بعض الناس عنده معرفة بالواقع وليس عنده تفكير سليم، بعض الناس ليس عنده هذا وليس عنده ذاك،
وبعض الناس عنده كل ذلك. فهؤلاء الذين يسمع لهم في مثل هذه الأمور. فإذا نعود إلى مسألة الدعاء، وهنا يخشى من أن يكون هناك تأليب، لكن مع ذلك بعض السلف ورد عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، كما قال منصور بن المعتمر، كما قال منصور بن المعتمر: ذكرت لإبراهيم، يعني النخعي، لعن الحجاج أو بعض الجبابرة، فقال: أليس الله يقول ألا لعنة الله على الظالمين؟ هذا رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى الجزء السادس صفحة 286، ورواه ابن أبي شيبة في الإيمان برقم 96 وإسناده صحيح. فإذا هذا وارد، لعنهم كالحجاج وارد عن بعض السلف، ولكن كما قلنا الدعاء لهم فيه إصلاح وفيه تحقيق لهذه المقاصد. فهذه مسألة. المسألة الثانية أو التنبيه الثاني: ليس مما نقل إلينا وعرفناه من طريقة أهل السنة والجماعة مدح السلاطين ووصفهم بأوصاف التعظيم المبالغ فيها وتبرير أخطائهم وأفعالهم، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من القيام فيهم، يعني في الجورة في الظلمة. فنعم ندعو لهم لا تزلفا إليهم ولا حبا فيهم، قد أكون أكرهه ولكن أنا أدعو، كما ذكرنا سائق الباص، أنا ما بيدي، ما أعرف أسوق باص، ما فيني أوقفه، هو متمسك، إذا أوقفته قد ينقلب الباص، فأدعو له أن ييسر الله هذه الرحلة، أن يوفقه لتيسيره للسير بنا إلى طريق النجاة، بعد ذلك يفعل الله به ما يشاء. هذا لا يعني أنني أحبه ولا أتزلف إليه بذلك. ولهذا السلف لم يرد عنهم التزلف للحكام وتعظيمهم في المجالس، يعني وفي المحافل العامة، ووصفهم بتلك الأوصاف التي تعلي من شأنهم، وكذلك وهم ظلمة وهم فجر وجورة، أو يبررون أخطاءهم. وكما قلنا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من القيام فيهم، كما قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. رواه مسلم. أناس قلوبهم قلوب الشياطين، يقومون بهم، يقومون بشؤونهم، يناصرونهم، يبررون أخطاءهم، يعينونهم على ظلمهم. هؤلاء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من راضي وتابع. فإذا أفعال السلاطين هؤلاء الذين لا يهتدون بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأفعال منها المعروفة ومنها المنكرة، فالمنكر سليم أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي يرضى ويتابع هذا هو الذي عليه الإثم وعليه الوزر. من عرف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عرف برئ، خلاص أنا هذا الفعل لست راض عنه وكذا، وخلاص انتهى الأمر. ومن أنكر سلم، هذه زيادة، السالم درجة أعلى من درجة البريء، ولكن من رضي وتابع. هؤلاء الذين يرضون بأفعالهم ويتابعونهم عليها، فكيف بمن يبررها وكيف بمن يعينهم عليها، يعينهم عليها ويقوم فيهم ويساعدهم على ذلك؟ هذا وضعه أخطر بكثير. هنا قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. رواه مسلم. المسلمون من الحكام الذين ظلموا، فهؤلاء لا يقاتلون.
نعود إلى كلام الصابوني رحمه الله تعالى، قال: ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. أهل الحديث لا يرون الخروج على السلاطين وإن رأوا منهم العدول عن العدل، يعني بعد عن العدل، إلى الجور والحيف، يعني أصبحوا جوارا يحيفون على الناس. وهنا مسألة تتعلق بالخروج نتكلم عنها بشيء من التوضيح. الخروج هو الخروج على الحاكم محاربا له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي. إذن هذا غير مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، غير متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. وهنا التنبيه طبعا، السمع والطاعة لا يكون بمعصية، وهذا متفق عليه، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. فلا تكون الطاعة فيما خالف شرع الله سبحانه وتعالى، فيما خالف الشريعة لا نطيع. ولهذا جاء عند ابن حبان: فلا طاعة فإن أمرك بمعصية فلا طاعة لمن عصى الله، يعني لا طاعة له بهذه المعصية، كما ذكر الأثرم وفصل في هذه المسألة، وقال إن عدم الطاعة هنا في المعصية تحديدا، ووضح هذه المسألة. الأثرم هو أحد يعني كبار الحنابلة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع، انتبه هنا أمرها، لأن يعني بعض يقرأها إن تأمر، وهذا خطأ، جاء في بعض الروايات ولكن ليست ثابتة الثابت إن أمر، والفرق تأمر هو الذي تأمر، أما أمر فأحد أمره، يعني الأمير، أمير الدولة يؤمر عليك في منطقتك أميرا عبدا مجدع الأطراف مثلا، هذه أمر. إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري ومسلم. فلا تنازع الأمر أهله حتى ترى منهم كفرا، إن لم ترى منهم كفرا فلا تنازعهم عليه وهم أهله. قال الشيخ: ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. قوله العدل ذلك لما جاء عن بعض السلف كإبراهيم النخعي فيما حكي عنه أن إبراهيم التيمي بعث إلى الخوارج يدعوهم، فقال له إبراهيم النخعي: إلى من تدعوهم؟ إلى الحجاج، يعني لطاعة الحجاج تدعوهم؟ قلت هنا ينتبه إلى أمر، طبعا الفئة الباغية هي التي خرجت على الأمير بتأويل، والفرق بين البغاة والخوارج أن الخوارج يكفرون المسلمين أما البغاة فلا. البغاة عندهم مشكلة مع الأمير، عندهم مظلمة، عندهم شيء، ولهذا جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وقد اتفق المالكية والشافعية والحنابلة، هذه مذاهب أهل الحديث الثلاثة، وقد اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز قتالهم، يعني الفئة الباغية، حتى يبعث إليهم الإمام أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون. فئة
خلاص انعزلت عن الأمير، قالت لا طاعة له، قالت هذا كذا 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 إلى آخره. فباتفاق المالكية والشافعية والحنابلة، ونسب هذا القول ابن حزم لأهل الرأي للحنفية ولم يعارضه، فإذا هذا القول عليه المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والحنفية، فجميع المذاهب متفقون على ذلك. طبعا ابن حزم ذكره في المحلى، أنا لم أشير إليه في المكان هنا في الحاشية. فأعيد، وقد اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم الإمام أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون. شوف، أمين وفطن وناصح، يعني ليس شخصا ذهب ليسبهم، ذهب ليخوفهم، ذهب لاتهامهم في دينهم، ذهب لاتهامهم في أعراضهم والقول بأنهم يجاهدون جهاد نكاح وما شابه ذلك من كلام هذا يقال في زماننا يقوله من لا يعني تقوى عنده وما شابه. فلا، الذي يبعث رجل أمين وفطن وناصح يسألهم ما ينقمون، إيش مشكلتكم أنتم؟ لماذا فعلتم ذلك؟ لماذا يعني خرجتم عن طاعة الإمام؟ فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها. قالوا خرجنا عندنا مظلمة، نحن ظلمنا، نحن أذينا، نحن حرمنا حقوقنا، نحن كذا نحن كذا، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة أيضا أزالها. عندهم شبهة شرعية، قالوا خلاص هذا الحاكم يجب الخروج عليه لشبهة شرعية، فعندها فطن هذا الأمين الناصح يزيلها عنهم، يناقشهم فيها حتى يبين لهم الحكم الشرعي في مثل هذه المسألة. فإن أصروا بعد الإعذار نصحهم. طيب، عندهم مظلمة أزال المظلمة، عندهم شبهة أزال الشبهة، بعدين إيش بقي عندهم؟ السبب الذي خرجوا لأجله إزال. طب ما المشكلة عندكم الآن؟ فهنا ينصحهم بأن يعظهم ويأمرهم بالعودة إلى طاعته. فإن استمهلوه اجتهد في الإمهال وفعل ما رآه صوابا. قلنا زالت المظلمة الآن وزالت الشبهة، فالآن بدكم ترجعوا لطاعة الأمير. ما رجعوا، لكن طلبوا مهلة، قالوا خلينا نفكر، يمهلهم ما استطاع. ولكن إذا لم يمتهلوا بعد إزالة مظلمتهم وإزالة شبهتهم، عندها قد يجوز أو عندها يجوز قتالهم للعودة إلى طاعته. وكل هذا يكون، انتبه، ما لم يعاجلوا بالقتال، فإن عاجلوا قتلوا، إن خرجوا محاربين بالسيف عندها يقاتلون، لأنه لا يمكن أن فئة حملت السلاح وغارت على المسلمين قتلا، أو على الأقل مثلا غارت على جندي السلطان أو ما شابه ذلك، والجنود سيقعدون وينتظرون أن يقتلوا ولا يفعلون شيئا. لا، فإذا هذه الأمور ما لم يعاجلوا بالقتال، فإن عاجلوا قتلوا. هذا ما جاء، ونكتفي بما ذكرناه في هذه المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا وأن يدفع عنا شرارنا. هذا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.